لا بالنسبة للسجون ما دخلتش فيها، عارف ان الجيش بيعمل سجون، بس عايز اوضح موضوع السجون ده للشعب المصري. السجون عندنا اتنين، السجون بتاعت القوات المسلحة والسجون بتاعت الداخلية. كانت الاغلبية او الاقوى، لو انا عايز اشتغل مثلا، لان السجون دي فيها مكاسب وهمية، يعني فيها مكاسب مش طبيعية. مين اكتر ناس بتتحبس؟ المدنيين، يعني الداخلية اكتر ناس هي بتحبس. فالداخليه عندها هي القطاع الاكبر للسجون. كان مين بينفذ السجون دي للداخليه؟ في حاجه اسمها شركه الفتح، وفي شركه تانية انا مش متذكر اسمها، كانت في الحي السابع قريبه من الشهر العقاري، وكان السور بتاع الجبل الاحمر جنبيها كده. دول شركتين بالظبط نفس الهيئه الهندسيه او نفس اللي بيحصل في الجيش، بس على حجم اصغر بالنسبه للداخليه. فكانت الداخلية عامة شركتين المقاولات دي بتنفذ هي مشاريعها، تجيب المقاولين وتاخد نسب، ونفس من غير ما احكي في تفاصيل، نفس اللي بيحصل في الهيئة الهندسية. وكانت ساعات مين بيعمل أندية الشرطة، مين بيعمل الكليات، مين بيعمل كل حاجات للداخلية؟ مش الدولة، لا، الداخلية عاملة شركتين مقاولات، وكان اللي أنشأهم مين؟ اللي هو جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية. طبعا اللي أنا بقوله ده قطاع عريض من المقاولين ومن الناس سب كونتراكتور والعماله عارفين الكلام ده، ويقولوا اذا كنت انا بكذب او ما بكذبش يعني. ده وده كان ايام حبيب العدلي.